أهداف ساذجة لم يتوقع أحد أن تسجل. إن كرة القدم ما هي إلا أهداف، وهي ما تضفي المتعة والإثارة في المباريات، فالهدف هو غاية المباراة، فعندما يتم إحراز الهدف يصيح الجمهور وتعم الفرحة. ومن المعروف للجميع أن إحراز الأهداف شيء بالغ في الصعوبة، ولكن ما سنعرضه اليوم عكس ذلك تماماً عن أهداف تم تسجيلها في المرمى بشكل ساذج وسهل جداً لم يتوقعها أحد، ولا حتى من أحرز الهدف أن تسكن الشباك. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسى الاشتراك بقناتنا شبكة الرادار سبورت وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. قف على قدميك الآن وصفق حقا لهذا الهدف الرائع. بوسكيتس يستغل سذاجة الحارس وهو متقدم ليحرز هذا الهدف المذهل، وهنا الكرة تسكن المرمى، ولكن ركز جيدا، ليس بالرأس وإنما بصدر اللاعب. امبابي يستغل تقدم الحارس بهذا الشكل ويحرز هدفا سهلا جدا. تصويبة صاروخية، يا لها من مذهلة. أظن أن تلك الكرة قد فاجأت الحارس بشكل كبير. دوماريا يلف الكرة بشكل أكثر من رائع، فتغالط الحارس وتدخل المرمى. رونالدو وهدف مذهل حقا. للوهلة الأولى تظن الكرة ستخرج أعلى المرمى، ولكنها تسكن الشباك. لم يكن من حارس المرمى في هذه الكرة إلا الوقوف فقط ومشاهدة ما يحدث. جوزيف مارتينيز بشكل يمكن اعتباره ساخرا من الأرجنتين يسدد ركلة الجزاء بهذا الشكل. ومرة أخرى لاعب يستغل تقدم الحارس ليحرز هذا الهدف الرائع. بعد تلك الكرة عليك الاعتراف بأن روبرتو كارلوس ساحر حقا. روني هنا يحرز هدفا يخطف العقول حقا. يا لك من رائع يا رونالدو حقا. بيكام ملك الكرات الثابتة حقا. رونالدينيو ومقصية رائعة ومباغتة. نيمار يتلاعب بدفاعات بشكل رائع. دوماريا بذكاء يسكن الكرة الشباك. روبرتو كارلوس يفعل السحر بهذا الشكل لتسكن الكرة المرمى. وبكرة مباغتة هنا رونالدو يباغت الحارس ويحرز هذا الهدف الرائع. رونالدو يا لك من مذهل. وهنا شاكيري يحرز هدفا أكثر من رائع. يا لها من تصويبة رائعة وغير متوقعة، شاهدوها جيدا. وهنا هدف رائع من زيدان لا ينسى حقا. ما يفعله روبرتو كارلوس هذا إعجاز حقا. من أول الملعب لآخره وتسكن الشباك. بيبي لها من تصويبة صاروخية. وهنا روني يحرز هدفا أكثر من رائع. هل هذه كرة قدم أم كاراتيه؟ يا له من هدف مذهل.
في النهاية، إن أعجبك هذا الفيديو من قناة شبكة رادار سبورت، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.